السلام عليكم ورحمة الله، معكم منتشم أحمد، واحنا جديد إن شاء الله مسلسل دروس تمارين على السوليد وورك. درس النهاردة عايزين نبدأ نرسم رسمة بارت 3D، بعد كده نقدر نطلع له drawing، بعد كده هنعمل له static stress analysis ونشوف الحاجات دي كلها هتتعمل ازاي معانا على السوليد وورك إن شاء الله. طيب هنفتح نسخة السوليد وورك 2020، هقول له new part، اوكي، علشان ابدأ اعمل البارت بتاعي. طيب البارت بتاعي النهاردة هيكون في امر ريفولف هنستخدمه فيه، وبالتالي هاجي في الفرونت بلان واقول له سكتش، وهاجي ارسم سنتر لاين يمر بالاوريجين بالمنظر ده كده اتجاه اكس الموجب بالمنظر ده، وبعد كده هبدأ ارسم لاين، تمام، بدايته من هنا كده ماشي افقي نازل سنه صغيره وماشي افقي بالمنظر ده كده، وبعد كده طالع راسي ماشي افقي راسي افقي راسي افقي راسي كده. انا رسمت الشكل بتاعي ده اللي هيقدر اعمل له ريفولف اباوت السنتر لاين اللي موجود عندي. طيب هبدا احط سمارت دايمنشن وهبدا احط ابعاد، هاجي اقول له سمارت دايمنشن من فوق ان المسافه بين السنتر لاين والداخلي ده كده هنا دي كده هي قطر 38، يبقى ده كده 38 على 2 يبقى 19 مللي. طيب والمسافه من الخارجي من هنا لحد السنتر لاين المسافة دي كده 25 ملي، تمام. طيب معايا ان الطول القطعة دي كده ده كده 24 ملي، معايا المسافة بين البوينت دي والبوينت دي 6 ملي بالمنظر ده كده، تمام. ومعايا المسافة من هنا لهنا المسافة دي 15 ملي، والمسافة بين ده والسنتر 20 ملي، تمام. البعد ده كده هيبقى 45 ملي اسكيب، والمسافة الأفقية دي كده 14.2 مليمتر بالمنظر ده. المسافة دي هتبقى 44.2 مليمتر بالمنظر ده كده. حاليا ان الجسم بتاعي ممكن يتحرك كده ليه؟ علشان انا مش حاطط علاقة ان النقطة دي كنترول والنقطة دي يكونوا vertical كده، بقى الجسم بتاعي fully defined sketch. هبدأ اقول له exit sketch feature revolve about center line اللي موجود عندي ده، واقول له صح على كده. كده انا عملت الشكل بتاعي، اقدر بعد كده ارسم، عايز اعمل اربع دوائر في فتحات هنا، هاجي اقول له سكتش على البلان ده، هاجي ارسم سيركل هنا كده وسيركل تانية تكون كده، بس السيركل التانية دي ادوس عليها او اعلمها واخليها for construction، واقول له ان الدايمتر بتاع السيركل دي عندي 65 مليمتر، تمام، واخلي السيركل دي موجودة على الconstruction circle، واقول له ان قطر السيركل بتاعتي اتناشر ونص ملي، وأقوله feature extrude cut through all، وأقوله صح كده. أنا عملت السيركل بتاعتي، هعمله بعد كده circular pattern أكررها أربع مرات في اتجاه السنتر بتاع السلندر دي، خليها هنا أربعة وأقوله صح، تمام. هعمل تشامفر هنا كمان
على الإدج دي، هعمل تشامفر على تلاتة و تلاتة، أقوله أسيمتريك، عندي تلاتة في تلاتة ونص بالمنظر ده، وأقوله صح كده. أنا عملت التشامفر بتاعي كمان، أقدر أحط بعد كده ماتيريال للجسم بتاعي، فهاجي من فوق هنا وأقوله ماتيريال إيديت ماتيريال، وهحط الماتيريال بتاعي اللي هو ستيل، واقول له ابلاي واقول له كلوز، هبدا اقول له سيف للبارت بتاعي، هسيبه على الديسكتوب رقم 124 واقول له سيف. طيب هبدا بعد كده اعمل دروينج للجسم بتاعي، فهاجي من فوق هنا هقول له ميك دروينج فروم بارت اور اسمبلي بالمنظر ده، وهبدا اختار السايز بتاع البيبر بتاعي يكون A4، واقول له كاستم شيت سايز ان هو يكون 297 في 210 مللي، واقول له اوكي. هاجي اول حاجه احط الفرونت بلان بالمنظر ده هنا كده، واحط التوب واحط الرايت، واجي هنا احط ايزومتريك فيو واسكيب، واجي دي هنا كده شويه واخليها سوليد لاين كده، وهقول له من هنا موديل ايتم، وهقول له اظهر لي الابعاد على الشكل اللي هنا ده، هيظهرها لي بالمنظر ده هنا ده كده. ابدا اظبط بقى الابعاد بتاعتي، يعني اجيب ده كده شويه، ممكن اظهر الهيدر لاين في ده بالمنظر ده كده، واجيب ده هنا كده شويه، ممكن امسح دي من هنا والبعد ده اخليه كده، البعد ده اشيله من هنا واسيب ده كده وده كده، واشيل ده واقول له موديل ايتم تاني لده، هيحط لي الابعاد المتبقيه اهي كده، وهاجي هنا برضو اقول له موديل ايتم لدول بالمنظر ده، ممكن كمان اعمل حركه لطيفه جدا، هقول له هنا وول كول اوت لده كده، هو 12.5 ثرو اول تمام. ممكن هنا اكتب جنبيها كمان كوما كوانتي كوال 4 على اساس ان هما 4 في الدوران، واقوله صح كان وحطيناها تمام. ممكن اسيبها، اقول له فايل سيف از يس، اسيبه على ديسكتوب ك 124 صورة دروينج، واقول له سيف سيف اول كده، سيف ك دروينج فايل، ممكن اقول له برضو سيف از ك جي بي جي ايمج 124، واقول له سيف بالمنظر ده، واقول له كلوز من هنا. طيب عايزين نبدا بقى نعمل ستريس اناليسز للجسم بتاعي، فهاجي من فوق نتاكد ان قائمه السيموليشن في الاد ان متفعله معايا، هاجي هنا افعل السوليد ورك سيموليشن من هنا ومن هنا، واقول له اوكي تمام. المفروض هو كده فتح لي الاد ان بتاع السيموليشن، هاجي من فوق اتاكد من هنا، كليك يمين تابس، اد ان سيموليشن، المفروض كده بتتفعل معايا. تمام، جيت من فوق هنا كده هتلاقي قائمة simulation، هقول له أول حاجة في الأوبشن، فاجي في الديفولت أوبشن في الريزلت أقول له يوز أندر سب فولدر سميهولي ريزلت تمام، عشان يحط لي كل النواتج تحت فولدر اسمه ريزلت، والكولر تشارت خلوه لي floating، الحاجات دي مهم جدا إن احنا نتأكد منها، وأقول له أوكي.
هاجي من هنا اقول له قائمه السيميليشن واقول له نيو ستادي، اسميها مثلا ستادي نمبر 124 كاستاتيك ستادي، واقول له صح على كده. اول حاجه هلاقي الماتيريال بتاعتي اتعرفت كالوي ستيل. في الفيكتشر كليك يمين اقول له فيكس جيومتري واثبتهم من الاربع دوائر اللي هنا، اثبت الجسم بتاعي واقول له سيف او اوكي. بعد كده في الاكسترنال لود اقول له تورك، او لا بلاش تورك، خلينا مثلا فورس كتنشن فورس من هنا، تنشن فهقول له ريفرس دايركشن قيمته 10000 نيوتن واقول له اوكي. وعندي كمان بريشر لود، عندي بريشر على السلندر من هنا قيمته 50 ميجا باسكال واقول له صح على كده. هاجي بعد كده في الميشن هقول له كليك يمين واقول له كرييت مش، واختار في المش بارامتر كيرفيتشر بيزد مش عشان يديني نوايتك دقيقة، واقول له في الديفولت مش بالمنظر ده واقول له صح على كده. هبدأ بعد كده اقول له رانينج للستادي بتاعي علشان يطلع لي نوايتك واشوف الاسترس بتاعي هيبقى عامل ازاي. هقول له رانز ستادي، هيبدأ يعمل رانينج للستادي، هيطلع لي ان الماكسيمم ستريس عندي 258 ميجا باسكال، وعندي اليلد سترينث 620، بالتالي الجسم مش هينكسر معايا لان هو مش واصل لليلد سترينث اساسا. تمام، يبقى ده كده انا خلاص عملت الجسم، عملت له دروينج، اتاكدت من الاسترس اناليسيس بتاعه، الجسم بتاعي سيف. لو عايز اطلع كمان الفاكتور اوف سيفتي اقدر اطلعه، هاجي من هنا قائمه الريزلت كليك يمين واقول له ديفاين فاكتور اوف سيفتي بلوت، واقول له هنا نيكست. نيكست عندي الفاكتور اوف سيفتي 2.4. ده كده اقدر اغير بقى في المقاسات، ازود في اللود قدر زي ما انا عايز، وبالتالي انا بعمل بيتر ديزاين واطلع بروتوتايب للجسم بتاعي، فبيعمل سيفنج للتايم الموجود بتاعي. تمام، بدا كده كان الدرس بتاع النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا بيه. لو حد عنده اي سؤال او استفسار يقدر يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك Learn Sudoku Arabic، ورقم التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. نشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.